بسم الله الرحمن الرحيم. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 18 أغسطس آب 2023. القمر في برج العذراء. البداية مع برج الحمل، بتطلب مساعدة المعاونين فقد تشكو من الضعف. الوقت بيكون ضيق والعمل كتير وبتزدحم المتطلبات، وكمان بيجيلك عمل جديد فوق العمل اللي عندك اللي هو الروتيني، فتشعر بالإرهاق. فالوقت ده ملازم أو مناسب للاهتمام بالصحة، ولهذا قد تأخذ قرار للانضمام لنادي أو البدء بحمية غذائية بتكسر الأعباء، وربما تجد نفسك في مكان آخر لحل مشكلة طارئة. باكر للعمل، يعني نام بدري وقم بدري، لا تتأخر كي لا يداهمك الوقت، فالوقت كالسيف تنشغل بأكثر من عمل وتتذمر من كثرة الأعمال وتتذمر من الإرهاق. فترة مرهقة جسديا ومعنويا، حاول انك انت تنظم وقتك. برج الثور، بتصبح الأجواء أكثر إيجابية، أيضا بتصبح أكثر تجاوبا معك، وتلاقي أعمالك صدى طيب وتتحسن الأجواء بشكل ملحوظ. فترة رومانتيكية، لقاء عاطفي، ممكن تلتقي بأشخاص يحبون طاقتك وحماستك. الأجواء إيجابية، قد تفرح لزوال هم أو قد تنشط عاطفيا، ويمكنك تدليك مشاعرك. بيؤازرك الفلك في المساعي والجهود، وتتمتع بدعم وبتعاطف وتفرح الانفراج. قد يكون التعاون مع محيطك مفيدا جدا لمصالحك، خصوصا مصالحك الشخصية. فترة مصالحات من أكثر أيام الشهر حظا. برج الجوزاء، ناقش بهدوء، ناقش بموضوعية، لأن الأمور ستكون مشوشة بعض الشيء، وبالتالي ستؤثر على قدراتك، وقد تكسر المشاريع وتكسر المستجدات وتختلط الواجبات وتتزامن مع بعضها. فكن هادئ وموضوعي بقدر المستطاع، تجنب توبيخ الأحباء أو لومهم، فهناك قلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية. واجه الأمر الواقع بمنطق وحكمة وحنكة وروية، وحاول إيجاد تسويات تحمي حقوقك، ولا تفرض رأيا على أحد. الفترة مناسبة للسفر للاستثمار، تطالعك فترة شديدة وشديدة الاضطراب أو متوترة، بتنزل بالتعب، فكون مستعدا لمسائل عائلية أو شخصية طارئة. أنصحك باقتناء سبيكة زحل، لأن الفترة ضاغطة وقد تحمل فشلا إذا اعتمدت أسلوبا ارتجاليا. برج السرطان، تعود السيطرة على معظم الأوضاع، وتحقق تقدم وتحقق إنجاز وتجتاز امتحان. عليك بالترويج لعملك، أو عليك بالاتصال المهم والملح. باكر إلى عملك، لا تتكاسل، الفترة مناسبة للمصالحات وللتعارف وللتسويات. تحلى بروح المبادرة، تحلى بالجرأة، حاول تلطيف الأجواء وخفف عن نفسك وعنك الهموم، فقد تصطلح بعد الأمور. فلا تستسلم، وكرر المحاولات اللي فشلت قبل كده، ولا تتراجع، فهي من أكثر أيام الشهر حظا، حيث تتمتع بديناميكية وبأفكار قوية ومقنعة، وأيضا قد تكسر الاجتماعات. برج الأسد، ابدأ بالأولويات، وبما أن القمر في بيت المال فهناك مناقشات مالية، أنصحك أن تتحلى بالنقاش المحايد. تقوى الحظوظ معك، ولكن يلزم الحظوظ القوية حكمة تشتد وتحضر جيدا لعملك. لا تتعجل أو تتهور بتوظيف أموالك، فقد تضطر لدفع مبلغ من المال للشريك أو للحبيب أو حتى لزميل أو صديق. تريث حتى تتوضح الأمور لك في هذه الأيام. لا تبالغ في مصروفك يا عزيزي، ورتب وضعك المالي، ولا تجازف بأموالك. لو قدامك مشروع اليوم ده، شارك بمجهودك أحسن ما تشارك بفلوسك. برج العذراء،
برج العذراء بتعرف تطورات مهمة وأخبارا سارة وتهتم لبدء خطة جديدة ولتطوير حياتك، بتتحسن المعنويات وتستعيد الحماسة وتسمع أخبارا جيدة وسارة وتفرح لانفراج وتفرح لحسم الأمور وترتفع المعنويات، وقد تباشر بتنفيذ مشروع أو خطة جديدة. لا تضيع على نفسك الفرص، انطلق في ورشة عمل جديدة، افرح لبدء دورة قمرية شهرية جديدة من أكثر أيام الشهر حظوظا، تتحمس للانطلاق بتنفيذ خطة أو بداية، تتلقى أخبارا تسعدك وتريح قلبك. هنيئا لك بترددات هذا اليوم، افتح صفحة شهرية جديدة وتشجع من أقوى أيام الشهر حظوظا ونفوذا وسيطرة وهيمنة. برج الميزان، لا تتذمر، لا تتأفف، تجنب حسم الأمور واتخاذ أي قرارات مصيرية. اليوم فارغ من الطاقة، اليوم في بلبلة، اليوم مفهوش طاقة خالص. أنا أنصحك باقتناء سبيكة زحل، تسود الرتابة، تكون الأجواء بطيئة مخيبة، فكن صبورا، سوف تشعر بالراحة وتشعر بالركود التام من أسوأ أيام الشهر وأقلها حظا. عشان كده أنا بقول لك حاول تقتني سبيكة زحل، لأنك ممكن تجد نفسك في موقف صعب. كن حذرا وحكيما، حاذر الكلام السيء، وأيضا حاذر من تراجع صحي. فترة مثمرة، فترة فارغة من الطاقة أو فارغة من الحظوظ. كن صبورا يا عزيزي، ولا تستعجل الأمور كي لا تمنى محاولاتك بالفشل. أما برج العقرب، احرص على علاقاتك، اخرج للترفيه عن نفسك، أيضا لا تلغي مواعيدك، ناقش بثقة، ساوم، دافع عن حقوقك. أيضا فترة مناسبة لتعزيز الروابط، فترة مناسبة انك تعزز روابطك مع أهلك ومع أصدقائك. برضو بتتمتع بقدرة عالية من المنطق والحكمة، ستنجح في كسب المفاوضات أو المناقشات أو وسع دائرة تحركاتك، وسع دائرة اتصالاتك، عزز تحالفاتك مع محبينك، لا تغزل أحد. سوف تشعر برغبة في التواصل أو التقرب مع الآخرين، فأنت بحاجة يا عزيزي إلى تعاون الآخرين معك ومساعدتهم من أجل إنجاح وإتمام أعمالك. أما برج القوس، فباستطاعتك إنجاز واجباتك بنجاح، شرط ضبط الأعصاب وضبط النفس، وألا تفقد الثقة بنفسك ولا تفقد الثقة بقدراتك. بتلقى على عاتقك مسؤوليات كبيرة، فلا تضعف، لأن المسؤوليات بعدها إيه؟ بعدها نجاحات. يعني هدئ من روعك وكن جاهز، سيصبح المناخ العام ضاغط نسبيا. هدئ من روعك يا عزيزي، فترة مشحونة ببعض المتاعب ومشحونة ببعض التوتر من أصعب أيام الشهر وأقلها حظا وأكثرها اضطرابا. كن منفتح، عالج الأمور بمنطق، لأنك قد تفرح بتضامن مع قضيتك، أو وتيرة عملك سوف تكون سريعة ونشطة وبناءة جدا. استغل الحظوظ والفرص لحصد النجاحات من أكثر أيام الشهر حظوظا. لا تتفاجأ باستحقاقات مهنية أو عائلية، فقد تظهر أعباء إضافية. باستطاعتك يا عزيزي حصد الأرباح وحصد النجاح بالرغم من كل الضغوط اللي موجودة حولك. برج الجدي، تشعر بارتياح وتطمئن خواطرك وتتمتع بمخيلة واسعة وأفكار لامعة، وتلفت الانتباه وتلفت الأنظار نظرا لتفهمك ونظرا لانفتاحك. تشعر بالحرية، تشعر بالانشراح، تقوى الحظوظ. تشجع يا عزيزي على الدفاع عن رأيك وعلى توضيح بعض المواضيع والتي قد تهمك. فترة مناسبة للسفر، تتألق فيها في حقل اختصاصك وتتألق في خارج حقل اختصاصك، وتكون الظروف ملائمة ومشجعة للنقاش أو لخوض تجارب جديدة
تستوعب يا عزيزي المواضيع المختلفة برحابة صدر. كن مستعدا للترويج لفكرة قد تعجبك من أكثر أيام الشهر حظا. برج الدلو لا ترضخ لشروط لا تعجبك، ناقش بثقة ولا تستسلم، حاول أن تجد الحل المناسب. الفترة نشطة ويتوجب عليك خلال هذه الفترة مضاعفة الجهود وعدم إضاعة الوقت السمين، وعدم أدعوك للتبكير إلى العمل تفاديا لأي تقصير، أو أدعوك أن تبتعد عن الضجيج، فرغ نفسك وركز على أمورك. سوف تنفرج الأمور نسبيا وتضطر لإعادة النظر لبعض المسائل في الفترة الأخيرة. وضح وجهة نظرك يا عزيزي ولا تتردد لتقديم بعض التنازلات تفاديا للأزمات. أما برج الحوت فكن هادئ وتروى في اتخاذ القرار، فأنت ستتعرض لضغوط أو استفزازات، الضغوط قوية فلا تتهور فتخسر من قد تحب، أو ربما تتمايل للشريك فتتركز جهودكم للتعاون حول تدعيم شراكتكم. يوم مناسب لعمل مشترك مع الحبيب وللتواصل إلى تفاهم حول الحقيقة. الخصم قوي وواضح أمامك لكن لا تخشاه، ولكن احذر منه. خالص تحيتي لكم، سعدت بصحبتكم، وإلى اللقاء مع توقعات الغادي إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.